انا بصراحه ديك البرنامج عجبني بزاف، وكنقول دوك الشباب تبارك الله عليكم راكم عاجبيننا، راكم كتشرفونا كتشرفوا الشباب المغربي، ومحشومه عليكم تهاجموا هذا الشباب اليافع الموهوب، ما كيديروا والو مساكن، الدراري داروا واحد البرنامج كيعبروا فيه على المواهب ديالهم وعلى الطموح ديالهم وعلى الحب ديالهم وبعضياتهم، وبالي انه كيعطيو الشباب واحد الطاقه وحيويه وكيعطيهم واحد الحماس، وكيوطد العلاقه ما بين الذكر والانثى بطريقه بريئه بطبيعه الحال. عجبني السير ديال البرنامج وكيفاش ان واحد الشباب والشابات طموحات كيوقفوا قدام ريزار، وكتجي واحد البنت او الدري وكيختاروا اللي يمشي معاهم في واحد علاقه ديال العشاء، وهذيك البنت كنقول لها ارماني غزاله، كنقول لها راكي كتشرفي البنات، وراه بحال الكلمه بحال البنت، فين كاين المشكل؟ ما كرهتش ناري الحلم ديالي نشارك معاها. معكم مول البالا اللي داير بالبالا، انا تفرجت في برنامج ديال دوك الوليدات ودير ديك البنت اللي لابسه مراد الصايا ديت بريدينغ، انا بصراحه هذاك البرنامج عجبني بزاف، وبالي انه كيعطيو الشباب واحد الطاقه وحيويه وكيعطيهم واحد الحماس، وكيوطد العلاقه ما بين الذكر والانثى بطريقه بريئه بطبيعه الحال، وانا عجبني ذاك البرنامج، وحين شفت المغاربه بزاف كينتعقدوا ما عجبهم وشو داروا عليا ضجه، فتقول لهم المغاربه حشومه عليكم تهاجموا هذا الشباب اليافع الموهوب، ما كيديروا والو مساكن، الدراري داروا واحد البرنامج كيعبروا فيه على المواهب ديالهم وعلى الطموح ديالهم وعلى الحب ديالهم وبعضياتهم، فما فيه حتى شي عيب، كنقول لهم الله يهديكم الله يهديكم، خليوا الشباب يعيش الحياه، وكنقول دوك الشباب تبارك الله عليكم راكم عاجبيننا، راكم كتشرفونا كتشرفوا الشباب المغربي، وهذيك البنت كنقول لها ارماني غزاله، كنقول لها راكي كتشرفي البنات، وكنقول لكم كونتيني وان شاء الله القادم افضل، وكنتمنى ديروا الجزء الثاني. عجبني ذاك البرنامج، عجبني السير ديال البرنامج وكيفاش ان واحد الشباب والشابات طموحات كيوقفوا قدام ريزار، وكتجي واحد البنت او الدري وكيختاروا اللي يمشي معاهم في واحد علاقه ديال العشاء، بحال الكلمه بحال البنت، فين كاين المشكل؟ بجوج هي كتمشي كتختار داك ماشي كتختار، فهمتيني؟ هي بحال هي كتشرف الكلبه ديالي، انا ما جيت ما فيها حتى شي مشكل، انا تفرجت فيه وعجبني، انا ما فيهاش فيها الكلبه اختارت، كلشي كيربي كلاب، شحال من واحد تلقى مربي كلاب وعايشين معاه في الدار وديرهم بحال خوتهم وعائلتهم، ما فيها عيب ما فيها حتى شي مشكل، عادي عادي داك الشيء، ما كرهتش ناري الحلم ديالي نشارك معاها، من فمك ربي يا سيدي ربي، الحلم ديالي والطموح ديالي ان نشارك في ذاك البرنامج ونتخبى مور ريزار، وتجي ديك التيتي الزغزال لابسه ديك الصايه تبارك الله ارماني، وتيق ديك الكريبه ديالها وتجي فيا انا القرعه وتختارني. يوم شري لها خرجه انا ويا احسن خرجه ندير احسن ريستورون، يوم نشري لها السوشي وديك الكريبه نشري لها الدجاج محمر بالدغميره، يا سلام واو السعاده، ربي توصلني ذاك المقام يا ربي، يا ربي توصلني ذاك المقام ان شاء الله. وصيفطك ميساج في الانستغرام وما جاوبتينيش، وراه الحلم ديالي نترقى معاك ونشارك معاك انا في ذاك البرنامج ونوصل ذاك المقام اللي تجي فيا انا ديك القرعه وتختاريني بديك الكريبه ديالك. والله ما كاتش، ولا شفتي هاد الفيديو صيفطي لي ميساج جاوبيني في الانستغرام، راه سميتي مول بارا وتواصلي معايا، غير نقلب على النمره ديالك ما لقيتهاش، تنصيفطك في الانستغرام وما كتجاوبينيش، الا شفتي ميساج عافاك جاوبيني. انا متاكد بان هذا الحلم والطموح ديال اي شاب مغربي كيحلم انه يوقف قدام ديك الغزاله التيتيزا بديك الصايه ويتخبى مور ريزار وتختاروا ديك الكريبه، يا سلام يا سلام السعاده. حشوم عليكم حشوم عليكم تحطموا الشباب الموهوب، الشباب الموهوب كيدير برامج كيبدع كيختار افكار جديده اللي يزيد بهم قدام ويفرجكم ويرفه عليكم، وكتجي مساكن كتحاربهم غير حشومه، ما خصش يكون عندنا اعداء النجاح، خلي الشباب يعبر على المواهب وعلى الطموح ديالي، خليوا الشباب يعيشوا خلي الناس يعيشوا، ماش فيها شي عيب الا بنت اختارت الدري والدري اختار بنت ومشاو خرجوا في علاقه بريئه، علاقه جميله، علاقه فيها الحب والاحترام ويوقع التقارب والانسجام، ما فيها حتى شي عيب، عادي جدا، كلشي اصلا فيما الدور تلقى بنادم كيتساراو شي مع النقشي وبنت غادا مع دري، اصلا عادي عادي، فين كاين المشكل؟